جوري بيتقابلوا بشكل مستمر عند المحامي نادر علام الدين. ده وضع طبيعي جدا. بنتهم عندها قضيه كبيره وطبيعي يتواصل مع المحامي بتاعها. هل في لقاءات مثلا مع دينا وابو طالب او دينا وطارق او تحركات مريبه ليهم؟ لا. طلعت بايه من مراقبه التليفونات؟ المكالمات كلها عاديه، كلهم بيدوروا على هيدي وخصوصا ابو طالب وطارق. طارق بقى بيشك ان المحامي نادر عارف مكانها. طب دخلت كويس جدا، خليك ماشي وراه. في تاني جديد؟ امبارح حصلت حاجه غريبه. انتصار النوتي الدادة بتاعت هايدي راحت لابو طالب البيت. وبعدين؟ والله هي ممكن تكون زيارة عادية، يعني محتاجة مساعدة، خصوصا ان احنا عرفنا ان هي اشتغلت في مستشفى عشان ظروفها صعبة. بس ممكن برضو تكون هي همزة الوصل ما بين مروان ونجوان في اليونان وهايدي وابوها هنا، ويكون موضوع المستشفى ده مجرد تمويه. فانا فكرت ان انا اطلب من النيابة مراقبتها. احنا هنراقب مصر كلها، كشف المراقب على اللي عندك، ولو القاضي قرر التاني مع الدادة نبقى نراقبها. الا الابحاث العلمية أثبتت إن ألطف راجل في التعامل مع الستات أو الرجالة هو الراجل بتاع السيدات. ده مش كلامي أنا يا هانم، ده كلام علمي معروف. بس هو بيني وبينك برضو الراجل اللي بيتنطط من دي لدي لدي مش كويس كده، بيجيله أمبيانس في البروجكشن. إنما لو الراجل يركز، عارف حضرتك زي إيه؟ زي الطيارة لما تبقى طايرة بتلف العالم كله قبل ما توصل المطار بتهدي عشان ترتاح بقى. عندك حق. صباح خير. اهلا اهلا يا سيدي. الساعة 12 الظهر، 12 الظهر. انا على فكرة بقى سهراتك دي ما بقتش مريحاني. قول له والنبي الاحسن انا ريقي نشف معايا. ما هو انا لازم اسهر علشان انسى مشاكل سيادتك ومشاكل بنت سيادتك. يعني احنا نبطل مشاكل وحضرتك تبطل شغل؟ لا لا لا، وعلى ايه؟ رجاء من فضلك قولي البنت تعمل لي قهوه وشوفي ابو طالب بيشرب ايه. لا لا انا شربت مرتين كفايه. لا لا ما ينفعش، لازم حضرتك تشرب حاجه معانا. انا معايا شربي انا. لازم، دكتور قال لي زيقين في النهار. زيق؟ لا شكرا. خير يا باشا. ايه ده؟ دي ارقام نجوان. انا عملت سيرش على الرقم ده لقيته في اليونان. وبعدين ايه؟ انا قلت انك اول ما هتشوف الورقه دي هتقولي خلاص القضيه خلصت. برقم تليفون من اليونان نجوان اتكلمت منه يبقى القضيه خلصت. يا ابني احنا كده خلاص حددنا مكان مروان، خلاص كل حاجة اتعرفت، كل شيء خلص، الموضوع خلص وانتهى. سيادتك فاكر ان البوليس مش عارف مكان مروان؟ مباحث الأموال العامة أول حاجة بتعملها بتحدد مكانه على الكرة الأرضية، وطبعاً عرفوا إن هو في اليونان، واليونان مفيش اتفاقية تسليم مطلوبين بينها وبين مصر. بلغوا الإنتربول علشان يقبضوا عليه لو خرج، بس طبعاً أخينا التاني مذاكر وفاهم كويس، ولو قرر إنه يخرج من اليونان مش هيروح على بلد فيه بينها وبين مصر اتفاقية تسليم مطلوبين. يعني إيه؟ يعني الورقة دي طز ملهاش لازمة؟ مفيش حاجة ملهاش لازمة بيه، بس سيادتك دلوقتي لازم تلحق تروح على فيلتك بسرعة علشان تتابع إجراءات التحفظ. تحفظ إيه؟ عرفت إنه من حوالي ساعة صدر قرار من النيابة بالتحفظ على أملاكك. ملاكي؟ مش متسجل باسم حد بس شغال. أنا معايا ده ونادر معاه واحد تاني. بصي هتلاقي هنا أرقامنا كلها متسيبة عندك، يعني ممكن تكلمينا في أي وقت دلوقتي هايدي، عشان التليفونات دي مش متراقبة. ها؟ طب وما قالكيش القضية دي هتخلص إمتى؟ أنا خلاص تعبت يا دينا ومش قادرة. أنا عايزة أرجع بيتي وأوضتي، عايزة أرجع لحياتي القديمة. أنا مش بس نفسيتي تعبت هنا، لأ أنا شعري أصطف من المية بتاعت هنا، بشرتي أشفت، ضوافري اتكسرت، أنا حاسة إن أنا هقعد هنا للأبد. والله العظيم يا دينا انا كل يوم بفكر ان انا انزل الاسم واسلم نفسي عشان اخلص من العيشه الزفت دي. انت اتجننتي ولا ايه يا هايدي؟ ما تعالي بقى واديكي شايفه نادر مش ساكت ومهتم ازاي. ممكن بس ما تقلقيش جولي، ما شفتيش ورده الشبشب بتاعي؟ شبشب ايه وزفت ايه؟ انت ازاي تدخلي الاوضه من غير ما تخبطي او تستاذني؟ اوضتك اوضتك ده مين يا حلاته؟ ثم تعالي هنا، انا اخش في اي حته في بيتي بشوق وقت ما يهفني المزاج. الا تقول لي اوضتي وما اوضتي يا اختي، انت راخره كده، ابعدي كده عنها اهو. انا خبط ايه ليه ان شاء الله داخل دوره الميه؟ شايفه
شايفه الاشكال اللي انا عايشه معاها، شايفه القرف اللي انا فيه. انا اتبهدلت يا دينا وتهنت. معلش يا هايدي، بس معلش استحملي بس شويه. استحمل ايه بس، انا خلاص مش قادره. وبعدين بابي وحشني قوي، عمري ما كنت متخيله ان انا لو غبت عنه هيوحشني بالشكل ده. طيب ما انا ممكن اقول لنادر، واكيد هلاقي طريقه تقابلوا بيها بعض. طب عشان خاطري قولي له، وانا برضو حاسه ان انا محتاجاه قوي. وانت كمان يا دينا ما تبعديش عني، انا خلاص ما بقاليش حد غيرك. يا حبيبتي كلميني انا في اي وقت، بس طول ما محمد هيبقى في البيت هبقى قافله التليفون ده عشان بس ما اعرفوش. يا هايدي ماشي خلاص. انا نازله اشوف اكل عيش. بقول لك ايه، مطرح ما احطك ارجع الاقيك. انا مش ناقصه مخمضه وراكي وانت دايره ترمحي يمين وشمال. مخضمه ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه، ما تكلمينيش بالطريقه دي ولا اقول لك ما تكلمينيش من اصله. انا مش طايقه اشوفك، انا مش طايقه نفسي اصلا. بصي انت واضح انك ما تعرفيش بتكلمي مين. ما خلاص بقى يا انسه كوري، ما ينصحش كده. انسه مني يا اختي، صلح اللي عايش فيك. بقول لك ايه، عقلي صاحبتك احسن، اقسم بالله العظيم ارجعها لكم لا تنفع طبله ولا طاق. الانسه ايه ده، ان شاء الله تعملي حوار في التلفزيون. لا انا خلاص انا مش هقعد في المكان ده تاني، انا عايزه امشي معاكي فورا. انا مش فاهمه البت يعني كوريا بتعمل كده ليه؟ هتاكل البيت وهتطفشها، عاوزه بالله من نسويه. اهي بلاوي بتشيل بلاوي، ربنا يهلك الظالمين بالظالمين. ايوه يا اختي، ويطلعنا منهم زي الشعره من العجين. اما اطلع اشوف في ايه. انت واحده مقرفه وبيئه وشرشوحه. انت لو عندي في البيت انا استحاله اشغلك شغاله تمسح البلاط باخلاقك المعفنه وبمنظرك ده. انا عندي استعداد اتحبس 100 سنه مع المجرمين وقتالين القتله ولا اقعد يوم واحد معاكي. انا تشغليني عندك شغاله يا بنتي يا برده يا سيد غنتي. بقول لك ايه، استبحي بيومك اللي زي وشك ده، بدل ما اقسم بالله اعملها معاكي انا ادبك على شبابك بقيه عمري. عاوزه تغوري من انا ازح وانت ساكت. انا هزح ومش عايزه اشوف وشك تاني يا كوريا. يلا يا دينا. تعالي يا بنتي يا كوريا، سيبي البنت الغلبانه ده هي في حالها. يا شيخه انت بتعملي فيها كده ليه؟ ما تزعليش وما تخافيش، البنت كوريا ده هي بنت غلبانه وطيبه، والله قلبها زي اللبن الحليب. هي تطلع وتنزل على ما فيش، قلبها ابيض وزي الفل. تعالي يا حبيبتي اقعدي معايا تحت التقفيصه بتاعتي، نشرب كوبايتين شاي، وبعدين بعد كده اهو نطلع نتفاهم معاها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. لا استنى يطلعها وينزلها يا ام سوكه، انا هاخدها عندي هي وصاحبتها الحلوه دي، واعمل لها شوب عنب يروق دمها. اصل خناقه كوريا دي مش بالساهل. اساليني انا يا اختي. سيبيني سيبيني، خليني اتفاهم مع البنت وافهم. يا رايك ايه انتوا؟ هو انتوا ايه غربان مستنيين اللي تحدفوا الحدايه؟ لم فينك يا كوريا، لا حد خبط لك على باب ولا دخل لك شقه يا حبيبتي. احنا قلقنا من الصوت العالي والترزيع، فخوفنا للبيت المنيل ده يقع على دماغنا. قابلنا ست كتكوده في وشنا فلميناها. خارجه نفسها ريشك علينا ليه؟ ده بدل ما تشكرينا. وانت مالك يا برده؟ انا وبنت خالتي وبنقطع في بعضينا مصارين كده وبنتعارك في قلب بعض. انت ايه اللي حصلك يا ولية يا تاني؟ ما تتلمي يا بنتي يا كوريا، ما تتلمي يا بنت. جرى ايه؟ هيجي علينا كده ليه يا اختي؟ اتلمي يا بنت اتلمي. كل الحكاية هناخد الستتين الحلوين ده هم، نقعد عند البنت نوال نشرب كوبايتين عناب نروق دمهم ودمنا. فيها ايه دي بقى ان شاء الله؟ عناب؟ نشوفه في خرجتك انت وهي قادر يا كريم. شوفي ايه اللي تلاقيه؟ اشرب يا بنت. عليكي خرجتي يا دي البنت، اخسى عليكي. شفتي يا بنتي يا نوال قله الادب بتاعه البنت كوريا؟ تعالى يا بنت نشرب كوبايتين العناب. ان شاء الله تنشق انتوا الجود في معاميع مصارين قلبكم. استنى ايوه حاجه رخص. كيف يعني يا باشا؟ رخص. اتفضل يا باشا. انت مشغل العربيه في غير الغرض المخصص ليها ليه؟ انا هجي لك سكه طوال يا بيه، معلش يعني ما تاخذنيش. الناس بقت تعبانه كلها مخنوقه، مش لاقيين حتى يشتروا رغيف العيش، وانا ورايا يا بيه بجاج ما شدهاش سداد. بعد اذنك يا امي انزلي اركبك عربيه ثانيه. حرام عليك يا ابني، سيبه يسترزق، انا لا قادر انزل ولا اطلع. معلش يا امي انزلي بعد اذنك، وانت اركن لي على جنب هنا. حاضر يا باشا. حاضر. انا هنزل اجيب لك الرخص. يا هنزل يا كوريا. ايوه وزفت ايه؟ الله يسامحك خلع اللي بتعمله فيا. بقول لك ايه، انت لو ما جيتش خدت البال والمساحه اللي انت سايبها لي دي انا هقتلها لك. بقول لك ايه، مانيش حمل الدلع الماسخ ده، مش مستحمل جنانك.
سيبيني باللي انا فيه. انا امنتك امانه وامانه مش هينه، وانت موافقه يبقى تستحمليها بقى. الله سلامك وانا مش هطيلك. سلام. ماشي يا خيل ماشي. اما وريتك يا جولي ما بقاش انا كوري. خد يا ابني اطلع. ايه جبتيها؟ الله انت تشتغلي في المرور يا حاج. شوف الرخص بتاعته. شوف الرخص. الاجراءات دي تعسفيه واحنا مش ممكن نقبل بيها حضره الضابط. يا حاج ايه يا حبيبي ايه انت بتأيد مش بتشتري، يعني ما تقعدش تحسس. الاجراء ده اتاخر قوي على فكره. المفروض حضرتك من اول يوم كنا نتحفظ على كل ممتلكاتك مع المتهمه، بس انت حظك حلو. نو بروبلم. الوضع ده مش هيستمر كتير. انا مش عارف يا عم انت ازاي تسمح لهم يعملوا كده عندك. انا ما حدش يقدر يعمل معايا كده. يعني كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت صعدت الموقف لاعلى المستويات، لكن الحمد لله انكم ادركتم خطوره الموقف ومحدش قدر يمارس الاجراءات دي معايا. انت من الدرجه الاولى؟ نعم. انت من قرايب الدرجه الاولى للمتهمه؟ لا. طيب احنا بقى بنتعامل مع قرايب الدرجه الاولى بس. ممكن تسكت؟ لما حدش يقول لي اسكت. اسكت بقى يا طارق اسكت بقى. عارف ساعتك دي لوحدها بكل اللي انتوا قاعدين تتفرجوا عليه. خد زيق وادعي لي. يخرب بيتك شو قد ايه انت مهضومه. انتوا مش بتقولوا كده؟ يلا انا على الباب ونازل اهو. يلا مع السلامه. على فين؟ نازل. يعني ايه نازل؟ زهقت من القعده. فيها ايه؟ بعدين انت عارفه ان انا مش واخد على قعده البيت، واخد على الشغل. بعدين ده انا حتى لما كنت في ايام الدراسه كنت بصرف نفسي واشتغل. وهو الشغل المره دي بقى لبناني ولا ايه؟ لبناني هندي ايراني مالكيش فيه. وبعدين انا عايزك تفهمي حاجه، احنا متعودين ان احنا ما نخنقش على بعض، صح؟ عشان ايه؟ عشان احنا مش متجوزين، احنا يا دوب عايشين مع بعض. ها انت ليه عايزه تغير الموت؟ خلاص بقى خلاص. انا بحبك انت وعايزك تعرفي ان كل ده ولا حاجه، وهثبتك ده في اقرب وقت. فك بقى فك ورا العنب. ماشي يلا باي باي. توبوريني. اشرب يا ابن عمي شويه شوربه. مش هقول لك بقى اشرب. ان شاء الله. انا يا صاحبي مش كانت المستشفى احلى؟ كل يوم بتشوف ناس وناس في ناس، بدل ما تشوف السحنة المصرية ديت. ما بطيقش أم المستشفيات يا واد يا سوكا، لا بطيق ريحتها ولا أكلها، بحس إن روحي بتطلع جدع. إزاي بقى صاحبي؟ أمال مين هيغرلك على الجرح ويكشف عليك؟ ده جرح كبير يا صاحبي مش قليل. يا عم انزل استقضالي أي حكيم ولا تمرجي من على الناصية كده المستوصف اللي هناك ده، مش كيميا يعني. بصراحة كباكي الواد نسر كلمني وقال لي تعالى اعمل فرح اختو هديه، بس انا صاحبي مش هقول لك كشمت لهم. اه والله انت بتضحك على ايه؟ بقول لك كشمت لهم وهم كبروا لي يا صاحبي، وقالين هنأجل الفرح لغايه ما كباكي يقوم بالسلامه. انت عبيط يا سوكا، انت عبيط. ما تنزل ياض تغني وتشوف اكل عيش. لو انت هتفضل لازق لينا 24 ساعه انزل ياض اخفي من وشي ساعتين ثلاثه، وبالمره تجيب لنا مصاريف الاكل والشرب لحد ما اقف على رجلي. لا يمكن. ايه لا يمكن يا كباكي، انا غني وانت بالحاله دي لا يمكن. اول ما تخف ان شاء الله ابقى ابتدي اغني. ما تنشف ياض في ايه يعني؟ وانا مراتك وقاعده حامل في ايه؟ ما تنزل تغني. هات البتاعه دي. اتفضل. بس ما تنساش بس تستقضالي اي حكيم ولا تمرجي عشان حاسس ان الجرح عفل. لا ما انا مش هبيع بنتي، بس انا كمان لازم اشتري الناس اللي عمرهم ما حسسوني غير ان انا واحده منهم، ما لاش حته شغال. بس انت ما تعرفيش نجوان متورطه في ايه، ولو الحكومه وصلت لهم ممكن يكون وضعها ايه. يا لهوي، وهي نجوان الغلبانه دي هتتورط في ايه؟ ده لولاش التعبان ده اللي اسمه مروان اللي قاعد يزن على ودانها لحد ما غواها وخطفها معاه. وهي حبت انا وامها، الطمع مع قلبها قتل على ابوها، ما بلاش عينها غير التراب. أنا بنتي ما تعملش حاجة وحشة أبداً. أيوة أنا اللي مربياها، أنا اترجيت أستاذ أبو طالب بيه، قلت له ما تأذيهاش، قال لي طمني يا انتصار مش هنأذيها، الراجل ده أنا معاشرها من سنين. هو صحيح يعني ما بيسيبش إزازة المنكر من إيده، بس راجل حقاني. أي والله العظيم أحسن من ناس كتير جداً قاعدين على السجادة. ما جرى إيه يا ست هاجر؟ هنفتح اوضه التمريض ملجا للفراشات ولا ايه؟ الحاجه انتصار قريبتي، وتقعد معايا في المكان اللي انا قاعده فيه ان شاء الله في اوضه المدير.
طول ما انت لسانك طويل كده عمرك ما هتتثبتي. والله بقى انا اتثبت بشغلي مش بالهق والماء اللي بيعملوه بقيه الممرضات. خلاص خلاص يا ست هاك، انا همشي عشان ما اجيب لك شي الكلام. انا اسفه يا ست الحكيم، بس اصل انا والله كنت تعبان، لولاش قبل هاجر خدتني هنا عشان ارتاح شويه، وانا خلاص بقيت كويس. بعد اذنكم اتفضلي. استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا هايدي، شدي حيلك واستحملي شوية. أنا مش قادرة يا نادر، مش قادرة خلاص، أنا بنهار بجد. أنا بعد الصدمة اللي اتصدمتها كان المفروض أسافر في حتة، أقعد في أوتيل، في سناتوريوم، أعمل نقاهة لغاية ما أرتاح وهدى. إنما أنت مش متخيل الوضع اللي أنا فيه، أنت مش متخيل أنا عايشة فين ومع مين. دي زريبة يا نادر، ولا لأ الزريبة أرحم حتى. عارف وفاهم وحاسس بيك يا هايدي، بس للأسف. ما تديني ميعاد يا نادر، مفيش حاجة اسمها استحملي وخلاص. قولي استحمل قد ايه، اسبوع، اتنين، تلاتة، شهر، فهمني القضية دي ماشية ازاي وانا هاخد براءتي امتى. انا ما عملتش حاجة تستاهل كل ده يا نادر. ايوة هايدي، بس القضية محتاجة شوية وقت. وقت يعني ايه؟ ما تتكلم كلام محدد. انا بدفع لك فلوس يا نادر عشان انت المحامي بتاعي والمفروض تفهمني اللي بيحصل، مش تعاملني زي العيلة الصغيرة وتخبي عني كل حاجة. طبعا حقك، ولو هيريحك انك تعرفي الوضع بالظبط فانا بقولك تعايشي تماما مع الوضع الجديد اللي عندك، لانك محتاجه معجزه من السماء يا هايدي. علشان تاخدي حكم مخفف، ده القانون. حكم المخفف ده بقى مش شهر ولا اتنين ولا عشرين، لا ده سنين. فبناء عليه بقولك تكيفي تماما مع الوضع الجديد اللي انت عايشه فيه، واللي ممكن يستمر لفتره طويله يا هايدي. فتره ممكن تنسيكي اصلا وضعك القديم، فهمتيني هايدي؟ انا مش ساكت، انا ماشي في كل الاتجاهات وبعمل مجهود خرافي علشان اخلصك من الوضع السيء اللي انت فيه، والوضع الاسوأ اللي مستنيكي اللي هو السجن. هو ده الوضع الكامل يا هايدي اللي انا باخد منك فلوس عشان اقوله لك. الو الو هايدي، الو لا طبعا في مشكله. اول حاجه كان في خطورة على حياة صاحبك، تاني حاجة انتوا ما دفعتوش اصلا فلوس المستشفى، تالت حاجة بقى اخدت الكرسي بتاع العيانين، وده في موظف مدي عليه عهدة يعني ممكن يدفع ثمنه. انا مش فاهمة بس انتوا عملتوا كده ازاي. واحدة واحدة بس يا ملك الرحمة، انت اول حاجة كبداكي مفيش خطر على حياته، ده واد بسبعة ارواح، وتاني حاجة دي مستشفى حكومية، هدفع لك الفلوس كلها على دائرة تعريفة، وبالنسبة للكرسي هجيبه لك وعينيا الاثنين، وفي بوسة حنك كمان. بس يعني ايوه حاجه كده لمؤاخذه كده، في سؤال سئيل يعني عايز اقوله لك. قول يا عم السئيل. من الاخر كده انت عارفه ان ابراهيم من ساعه ما خرج من المستشفى ما حدش غلى على الجرح، لا على الحقن، اي حد اديها له وانا ممكن اديها له، بس يعني مش اي حد غلى على الجرح وانت عارفه. ايوه بس دي ما فيهاش رزاله ولا حاجه، ده شغلي عادي يعني. ما هو في مشكله تانية يا ابله. ايه بقى؟ ابراهيم ساكن فوق السطح وفي اوضه، من الاخر كده عزبنجي لوحده، قاعد لوحده يعني. اه افلام عربي بقى، واروح ما لاقيش اصلا ولا في ابراهيم ولا جرح، واقول لك هو فين تقول لي راح مشوار والكلام الفاضي ده. صح اخص عليك يا ابله، ايه الافلام اللي انت بتقوليها ديت؟ ده لو كعب رجلك بان اغطيه لك ان شاء الله قطع حته من جسمي. ما تعرفيش مين سكر حلواني، الجدعانه، الشهامه، الطرب الاصيل. خلاص يا عم مش قوي كده، ما كانش قصدي. وعلى العموم انا هاخد امي معانا، مع ان امي ما تنفعش تطلع السلم، ست كبيره، بس هاخدها عشان انت ما تزعليش. اقول لك حاجه، امي دي ست طيبه جدا جدا جدا، كل المنطقه بتحبها. اقول لك حاجه، اي سر عندك قوله لها، لا يمكن تطلعه ابدا. دي واحده بس، ام سوكا يا عسل، الام المثاليه ام سوكا، حبيب قلبي، وحشاني يا ام. مين يا واد البت اللي انت جايبها في ايدك دي، حتى الاحمر والاخضر ولابسه لي الشيء الفلاني؟ اما دي قبل هجر جايه لابراهيم تغير له على الجرح. تغير له على الجرح؟ يا اما كلمتك يا اما ولا دزتك على طرف؟ وتدوس لي على طرف ليه وتكلمني ليه؟ وانا مالي ومالي العالم دي اساسا يعني. وبعدين هي طالعه لابراهيم عشان تغير له على الجرح، وهو جدع وقاعد لوحده في الشقه. معناتها ايه دي بقى ان شاء الله؟ بقول لك يا اما دي بنت مؤدبه ومتربيه، ومن الاخر دي شغلتها بقى يا اما. شغلتها شغلتها يا شغلتها. يا اخويا هو انت يا واد ما بتشوفش تلفزيون ولا ما بتشوفش تلفزيون؟ ما انت هبل وعبيط ومخبل يا ولا، تشوف القصه متسبسبه تتسرسب وراها على طول. بقول لك يا اما تعالي اطلعي معانا عند ابراهيم، ابلة هاجر مش عايزه تطلع، بتقول ما ينفعش اطلع شقه فيها اتنين عزاب. لا يا اخويا انا ركب الروماتيزم واكلهم وما اقدرش لا اطلع ولا انزل، بس اقول لك يا واد لا انا هطلع
ما اطلعش ليه؟ ما يبقاش عيلي في ايدي واقول راح فين. شد ايدي يا وال. تعالي يا ام اتفضلي اتفضلي. يا ابله هاجر استنى يا واد. إيه؟ الحاجات دهية دي احنا هنسيبها كده. هو تسرق يا وال؟ مش هتسرق يا ام. انا هي الاثنين يا ام. شيل يا اخويا شيل. حاضر يا ام. اهو يا ام خلصيني يا ام. وادي كمان البصل اهو يا ام. ازيك يا خال؟ اهلا يا حبيبتي. اهلا وسهلا. انت حلوه وزي القمر اهو. يلا يا واد يلا يا ام بسرعه يا وال. يلا يا ام يلا ان شاء الله عليك. يلا يا ام يلا. انت والله ولا كوز العسل. اه يا بنت انت عارفه حارتنا ده اهي كلها كده على بعضها مفيش فيها ملاك رحمه دخلوا ابدا غيرك انت والله. كل اللي بيخشوا لنا ملائكه عذاب يا ربي ملائكه عذاب. يا نونا فين من ايام شهر العسل ما كلتش الحمام الحلو ده من ايديكي؟ ليه يا نونا وليه؟ ليه حرمانه منه ليه؟ بالهنا والشفا يا سلومتي. انت بتتعب يا اخويا رم عظمك. انا لولا بس شغل البيت وهديته لا يومات يطبخ لك الزفر. من كثر الحكايه كده انا جبت خدم وعشم يقوموا بشغل البيت وتتفرغي انت لحاجتين بس. ايه هم؟ المطبخ واوضه النوم. انا لا عاوزه خدم ولا حاشا. ما عاوزه ايه يا نونو؟ انا عاوزه راجل. ايه راجل؟ امال انا ايه؟ طرف الدولاب؟ وانت يعني يا راجلي ترضالي ان اللي اسمها كوريا دي كل ما تشوفني تمرمط بكرامتي الارض وتهزقني؟ ايه ولا يهمها كبير ولا صغير لا راجل ولا حرمه. عملتك ايه بنت المدس دي تاني؟ سدت نفسي على المسا. هقول لك ايه ولا ايه؟ ولو حكيت لك يعني هتجيب لي حقي؟ تلت ومتلت وخليها لما تعد عليكي تديكي تعظيم سلام. امال ايه؟ ولو ما حصلش الكلام ده قولي عليا مره. فاشر ده انت راجل وسيد الرجاله. يعني هقوم اغسل سناني بالفرشه والصابون يا نونو؟ خليك ما تفرقش. انا نفسي افهم يا بنتي يا هاجر انت ايه اللي عاجبك في الشغلانه دي؟ مالها يا خالتي شغلانتي ده انا بحبها قوي. يا سلام. طب قول لي انت يا كبداكي قول لي انت شاهد على زمان البت دي بتحب الشغلانه دي ليه؟ انت ليه محسساني انها رقاصه؟ انا هقول لك يا خالتي انا بحب فيها ايه. هات دراعك. بالرحمه. يتحب فيها ان هي بتخفف وجع ناس كتيره قوي وممكن تنقذ حياه بني ادم امه تموت لو جرى له حاجه ولا يكون عنده بنت تتيتم من بعده. بالراحه بالراحه. ده انا اتحشرت بقى دخلت. شوف هات ايدك بقى. شوف شوف بس. انا قلت الكلام ده من قبل كده هوت ان دولت شغلانتهم الكلام وبس. يا مزوكا في ايه؟ ده دكتوره قد الدنيا. سيبك منهم يا هاجر دي عالم جهله ما تعرفش حاجه. انا وانت متعلمين زي بعض. ما تشوف امك اسوكا يا كبداكي. ما انا برضو اللهم صل على النبي واخد الاعداديه ومكمل بقيه تعلمي موهبه. تسمع حاجه بالموهبه؟ لا احنا حنام حاجه صغيره بس. لا حنام حته قولي ودارت الايام. اسمع الموهبه اسمع الموهبه. لا 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 انا بعشقك انا ترارا وانا كل لك انا 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 ايه رايك بقى في الجو؟ تعرفي اخر مره حضرت حاجه زي كده كنت في الجامعه. لا بقول لك ايه طول ما انت بتعجز نفسك هتفضل عجوز. عيش 18 سنه هتفضل طول عمرك 18 سنه. اوكي بص بقى انا حطيتك في دماغي هتسيب لي نفسك خالص هخليك تعمل حاجات عمرك ما عملتها في حياتك. اوكي اوكي يلا بينا. يس Thank you.
يا نادر يا نادر استنى استنى يا نادر. Hello. What is the store owner? Oh. Thank you. Hello. Hello. Nice to meet you. Hello. Please. Have nice a seat. To meet you too. Thank you. Thank you very much. Without into details, this is my lovely girl. And her birthday is coming after 2 weeks. Actually, I made her angry from me lately. And I want to make it up to her by buying the largest and the most beautiful diamonds on earth. This is very nice feeling from you, sir. But how much money you want to spend? This is a check for €500,000 as advanced payment. But importantly, you must bring it within 2 weeks, please. Okay, consider me as your agent all over the world, sir. And I'll get you what you want in time. Thank you very much. You're welcome, sir. استنى عندك. انت ازاي هتخرج من غير ما حتى تقول لي باي؟ قلت لك استنى عندك. نعم يا رجاء. نادر، انت لازم تفهم اني انا مش عجوزة. انا من حقي اعيش حياتي بالطريقة اللي انا شايفها صح. انا رحت بارتي مع واحدة من صحابي من شلة النادي. انت نفسك كنت هناك. يعني لا هو كباريه ولا بار من اللي حضرتك بتسهر فيه كل يوم لحد وش الصبح. نادر، أنا أختك اللي ربتك. صحيح الفرق بيننا مش كبير، بس أنا بعتبرك زي ابني. أنا عمري ما ندمت ولا حندم على إني ضيعت عمري وشبابي وحياتي كلها عشانك. عارف إمتى بقى حندم؟ لما تعاملني بالطريقة دي وما تقدرش اللي أنا عملته عشانك. آه لا مش معقولة، احنا تعبينك معانا يا ابله والله. طب والشاي؟ معقولة؟ ربنا يخليك يا ابله. يلا بالسلامة. بالسلامة بقى. قالت لك ايه يا عم روميو؟ لا يا صاحبي الموضوع صعب قوي يا صاحبي. بتقول لك تاخد 6 حقن شرجية يوميا وكوباية شاي واحدة. طب والحشيش؟ لا الحشيش لا، ده معقم يا ابن عم للجو. طب كويس. مين؟ افت. ايه ده بقى؟ ألف سلامة عليك يا هيمة، ألف سلامة عليك. نهار أبوك أسود، نهار أبوك أسود يا نوال. أنت إيه اللي طلعك هنا؟ أنت عايزة تلبسينا؟ الله، جرأة كبداكي. ابن حتتي وجاي أزوره وهو تعبان. ده على أساس إني رايد في دار الفؤاد؟ بقول لك يا أستاذ هنا أنا بقى عشان الموضوع يطول. تبقى فين يا ابن الهبل؟ أقف مكانك أوعى تتحرك. وأنت يا نوال لا شكر على واجب، أنا مش ناقص حوارات مع كوريا. يعني إيه يا كبداكي؟ يعني بطلنا اللي يعطلنا، ولو عوزتي حاجة بعد كده بطلبيني في التليفون. والعمود ده يا أخويا أبقى أبعتهولك إزاي؟ في رسالة؟ العمود ده نوال تحطيه في إيد أي عيل من تحت وهو يبقى يجيبهولي، ما تطلعيش أنت تاني. ماشي يا هيمة. أنا الغلطانة. سلام. سلام يا أخت. سلام يا أخت. إيه في الباب؟ إيه ده بقى؟ كنت فوق بتعملي إيه يا مرنتي؟ أنا جاتني شوية أفكار كده قلت أعرضهم عليك. أوي أوي، اتفضل. أولاً بالنسبة للقضايا اللي رافعينها الموظفين في الشركة ضد عايدي بنتي، أنا عايزك توقع عقد معاها بتاريخ قديم إنها بعت لي الشركة وملهاش فيها أي حاجة. إذن كل القضايا دي هتتحول ضدي أنا، هيبقى ما فاضلش غير قضيتها الأساسية دي. طريقة تفكير سليمة، بس إلا ربع. إيه إلا ربع دي إزاي يعني؟ أبو طالب بيه، لو حضرتك اشتريت الشركة من عايدي قبل تاريخ القرض، فمعنى ذلك ان هايدي مقدمه للبنك ضمانات وهميه ومزوره في اوراق رسميه، ودي تبقى قضيه تضاف لها. اما لو اشتريت الشركه منها بعد تاريخ القرض فده ما ينفعش قانونا، لان البنك حجز على الشركه، فاي بيع يحصل منعدم كانه ما حصلش. سبحان الله، انت دكتور في تقفيل السكك. انت جدع معانا ولا مع التانيين؟ مع التانيين ازاي بس يا ابو طالب بيه؟ الحاجه التانيه إن مدير البنك صاحبي وبتعامل معاه من 20 سنة. ده فين؟ من أيام ما كان محاسب بيصرف شيكات. أنا ممكن أقعد معاه وأعمل تصالح. أهو ده تفكير سليم 100%، بس تفتكر هيوافق؟
حولة صحيت تحتيطة يا خلت السيطة صحيت تحتيطة يا خلت السيطة شيل رجلك من جنب النعمة لربنا يسخطك قرد وانت قاعدة إلهي ربنا يسخطك انت معزة كده ربنا يسامحك يا سوندوس وانت مالك يا اختي عدلنا كده ليلة شغلة ولا مشغال ما تقومي تصبيني الحاجات دي ولا تجيب لي الجردل ولا شرشوبه من جوه تسقي الصال ما انت قاعده فيها زيك زينا ولا قاعده شكلها مطول يبقى ايدك بايدينا بقى يا اختي انا داخله اتلايف من ريحه وهم الحري عايز اخرج عليكي وضبطش الدنيا ها ما تمشي اشفروك بك اوعي يا سندس علاء عبد الحميد رئيس مباحث اسم مصر القديمه